السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنروح ناخد زمزم، وقلت إيش أخذكم معي. طبعا نحن هذه المنطقة اللي هي جينا كده من جياد ريع بخش، هذا المسجد قبل كده صليت فيه وصورناه من جوا، المساجد الجديدة هنا. طبعا هذه يسموها هنا مواقف كدي، مواقف كدي، مواقف كدي اللي مواقف للسيارات وقت المواسم في رمضان. يتم قطعنا الكلام، يتم انه السيارات توقف هنا عشان تكون بعيدة عن المنطقة المركزية اللي فيها اللي حوالينا الحرم يعني. ففيها نفسها اللي هي مشروع زمزم. غلطنا كده كده. دحين خلينا نحاش ندخل. اوقات العمل يقول لك من السبت للخميس من 7 إلى 4، يوم الجمعة من 7. أنا ليه ما أصور دقيقة؟ أوقات العمل من 7 إلى 4، والجمعة من 7 إلى 11، بعدها من 2 إلى 4 صباحا. هذا المشروع، هنا مواقف السيارات، احنا في الساحة الخارجية كده. ان شاء الله حنروح على ديك ال... هذه الطريقة. ليش هنا في عملية تنظيمية بسيطة، في أجهزة لما في بطاقة الهوية ما فيها إيش عائلة، وهناك في اللي عندهم عائلة مقسمين، يعني هذاك الجزء اللي عنده عائلة واللي هنا اللي ما عنده عائلة ياخذ الورقة اللي دوبي صورت لكم هي قبل شوية، ويتوجه على الكاونترات يسجل اسمه وبياناته، وياخذ في نفس الوقت بعد ما يسجل ياخذ الورقة اللي توجه بيها الى نقاط التوزيع. بعد ما ناخذ الاوراق تنتظر هنا الدور، يتم ايش تسجيل بياناتك في بيانات المستفيد في الكمبيوتر. هذه الورقة بعد ما تروح هناك الكاونترات هذيك وتسجل بياناتك يعطوك هذه الورقة على أساس تاخذ بيها الزمزم. بعد ما ناخذ التيكت هذا نتوجه هنا نطلع، كنا هنا في المبنى هذا نخرج ونجي هنا كده في الأجهزة دي نبدأ نستلم. ركز على موضوع المجموعات، يعني مو تاخذ يعني الورقة عندك مكتوب فيها أنت في أي مجموعة. أنا في مجموعة 3 طلعت. ماشي. هنا هذه تدير لك على إنه بس دقيقة. خلاص شكرا يا بيه. هذه طريقة أخرى، يعني نقاط أخرى. هذه رقم كم؟ هذه رقم 5، يعني مجموعات 5، مجموعة 1 و2 و3 و4 و5، هذه مجموعة 5 هنا كده مميزة.
ايه السلام عليكم الرفاق. كل فرد من العائلة طبعا له 4 جوالين او جالون، يعني الاربعة ب 13 ريال، مجموع 13 ريال. حقيقة صراحة الخدمة سريعة جدا، يعني ما تاخذ كل على بعض 10 دقائق. انا لما جيت اسجل كان قدامي تسجيل البيانات، يعني كان قدامي يمكن 150 شخص، 150 رقم، ما في خلال 4 دقائق كده سجلت ووداني الورقة وصرفت الزمزم. سريعة، خدمة سريعة حقيقة. هذا كده بس حبيت أعطيكم فكرة عن موضوع الزمزم، مشروع الزمزم وكيف تحصل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسجد قريب كمان من المشاة من المشروع، مسجد أنا استعجلت، في مسجد قريب من المشروع هناك كذا تقريبا، يعني على الأقدام 5 دقائق. هذا كذا، هذا الاتجاه هكذا إلى الخط، إلى الدائري الثالث. طبعا عاد جدة ولا المدينة ولا طريق الدائري. هنا طبعا كده ريع بخش ثم الحرم.